أنا لو كل يوم عايزة روتين يومي، أنا الصبح أعمل إيه، الظهر أعمل إيه، ومن المنتجات اللي مع حضرتك برضو اشرح لنا، يعني حضرتك قلت لنا على الغسول، ما حدش بيصحى الصبح من النوم إلا لما لازم يغسل وشه، بعد الغسول أنا أعمل إيه؟ بعد الغسول التونر، التونر على طول. التونر ده زي خطوة. بيعمل إيه التونر؟ بيبقى فيه خلاصة نبات اسمه ويتش هازل أو بندق الساحرة، ده بيقلص حجم المسام، صحيح، بيضيقها. يعني الدراسات كلها اللي معمولة حاليا بتقول ان هو مفيش حاجة بتضيق حجم المسام، حتى لو رحنا مثلا سألنا اي خبير في الجلدية هيقول لا، الحل ان هو الحاجات اللي هي تبع الجلسات، تمام، لكن مفيش مواد غير الكحول. طبعا احنا عارفين صعب، طبعا صعب جدا، مفيش غير الماده الطبيعيه الوحيده هي البندق الساحره او ويتش هازل اللي احنا عاملين بيه التونر بتاعنا، واي بوشن. ده لو اخذنا منه بس كام نقطه بعد الغسول، حطيناهم طبطبناهم كده او بقطنه مشيناها على بشرتنا، تمام. بس طبعا طريقه القطنه دي ما تنفعش لو البشره فيها حبوب، عشان ما تعملش ايه حبوب في الوش كله. هو نفسه هيقلل معانا الحبوب. ايه الماده دي اللي حضرتك قلتي عليها؟ اسمها خلاصه بندق الساحره، بندق الساحرة. دي هي اللي بتقلص حجم المسام عشان تتحكم لي في افرازات البشره الدهنيه بقى اطول فتره ممكنه على مدار اليوم، فالبشره تفضل نضره وتفضل والبشره الجافه مرويه بس مش مزيته. يعني في فرق بين محتوى الميه ومحتوى الزيوت. الجافه برضو ينفع مشاكل الجافه طبعا لازم نحافظ عليها اكتر، لان هي ديليكيت قوي ويعني رقيقه جدا، ان هي اي حاجه بتخليها تقشر، بتخليها تلتهب، بتخليها ان هي تبان ان هي تعبانه، فلازم برضو واقي الشمس، ولازم الغسول يبقى حاجة فيها خلاصات طبيعية. نهتم جدا، يعني أنا عاملة خلاصات طبيعية بتركيز عالي في الغسول، عشان عارفة أني أغلب الناس ممكن تكتفي أنا غسلت وشي شكرا كده، يعني أنا بغسل وشي أصلا فيعني لازم غسول كتير فعلا. تونر وبعد التونر أنا عايزة روتين يومي. تمام. بعد لو إحنا طالعين الصبح هنحط الصن بلوك، تمام، مفيش اي حاجه قبليه، مفيش مرطب، مفيش التونر اي حاجه بيحافظ على الووتر كونتنت او المحتوى المائي بتاع البشره. وخصوصا لو احنا في صيف لا مش محتاجين مرطب، في الشتاء ممكن اقول لك نستخدم المرطب. انت حضرتك عامله صن بلوك برده ولا عامله تونر؟ الصن بلوك لسه شويه. تمام. المرطب عندنا ممكن نستخدمه، حلو جدا جدا في الشتاء او لو البشره جافه، او لو انا بحط ميك اب، الميك اب بيبقى محتاج بيز تحته ان احنا نرطب، عشان خاطر يعني مكونات الميك اب نفسها بتسحب الميه، صحيح، عشان كده كل ما بنغسل بنحط ميك اب ونغسل وشنا نحس ايه ده الجفاف ده جه منين، ما كانش يعني هيدروليك اسيد لما هنستخدمه بالليل بقى معنى كده. لو انا قاعده في البيت عادي، لكن انا نازله في الشمس لا، يبقى بعد الغسول والتونر احط الصن بلوك وشكرا. ارجع بقى اعمل ايه؟ برضو الغسول ده مش بنستغنى عنه في كل الخطوات، بعده برضو التونر، بعده المرطب. يا اما انا لو عندي بقع هحط السيرم، سيرم الالفا اربيوتين اللي معانا ده. السيرم ده للبقع مخصوص، ودي بقى ما اكثرها في الصيف والشمس، يعني جدا، لاني الشمس بتحفز خلايا الميلانين، ونبص نلاقي البشره مش كمان ادت لون واحد، لا دي لونت، يعني بقت كل حته بلون او فيها بقع او فيها نمش، يعني بتزود الحاله. الالفا اربيوتين ده يعني ماده جديده، دي برده مستخلصه من نبات طبيعي. الدراسات بتقول ان هو 10 مرات فعال اكتر من فيتامين سي في التفتيح. احنا دايما نهتم قوي بفيتامين سي، لكن اللي حضرتك بتقولي عليه ده اللي اسمه ايه؟ الفا اربيوتين. طب انا اول مره اسمع عنه الحقيقه. ده بيفتح 10 مرات من فيتامين سي. لسه البراندز اللي هي العالميه دلوقتي مهتميه قوي انها تضيفه في اي تركيبه تفتيح، لاني لا غنى عنه دلوقتي في التفتيح، لانه اقوى ماده للتصبغات خصوصا. يعني حتى لو البشره باقيها فاتح بس عندي بقعه واحده مثلا او كده هحط عليها. طب بس النمش ممكن يتشال بالماده دي؟ لا، النمش ده حاجه جينيتك، يعني مش يعني ده بيشيل بس البقع الداكنه اللي ممكن تحصل نتيجه الشمس، نتيجه الحبوب، من اثار جرح مثلا. يتحط بعد ما نرجع، يعني بعد ما ارجع اغسل بالغسول وبعدين اعمل تونر وبعدين نحط الالفا وبعدين نحط الالفا اربيتين على البقع او على البشره كلها لو انا شايفه ان بشرتي ده مش لونها الاصلي يعني. وبعدين بعد كده المرطب،
المرطب بقى عندنا المرطب الخالي من الزيوت ده اختراع، لاني مرطب وخالي من الزيوت جديده يعني ان هو يبقى المرطب معانا ما فيهوش زيوت مش سهل ان هو يتعمل كتصنيع، ومش سهل ان انا ابقى مستوعبه ان هو ازاي هيرطب. فالميكانيزم بتاعه بقى احنا عاملينه عشان خاطر يحفظ المحتوى المائي. يعني بعد ما اغسل وشي بنحس بنضاره كده، نحس البشره منوره، بعد شويه بنلاقيها النور ده طفى راح فين. فده عشان خاطر الميه اتبخرت، البشره بدات الخلايا تنكمش تاني، بدات ان هي تتقشر، بدات مش عارف ايه. فنتغلب على المشكله دي ازاي؟ بالكريم. لاني بشره بقى الدهنيه ولا الجافه؟ طبعا هو مثالي للبشره الدهنيه لان هي مش محتاجه زيوت. زيوت يعني ده للبشره الجافه، هو الاثنين هو مثالي للبشره الدهنيه.